محاولة للتفرقة، محاولة لزرع التفرقة بين الشعب الجزائري. ما كناش نسمعوا بالكلام هذا أبدا عندما قامت الثورة، ولا كان هذا الكلام وارد أبدا أبدا. واليوم نحاولوا، فيه ناس تحاول تحييه من جديد، واللي يحاول يخدم الخدمة هذه نقول له أنت خارج مجال اللعب، روح لجهة أخرى. حكم علينا بالنجاح، محكم علينا بالوصول إلى الهدف المبتغى. ما يمكنناش أبدا نزيد نخطئ، نزيد نغلط في حق هذا الشعب، في حق هذا المجتمع. الأمور انتهت، أمور تاع الزمان خلاصت، انتهت، الأمور تغيرت. الشعب أصبح واعي، أصبح مدركا لحقوقه ويطالب بحقوقه.